أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مساحة للرأي، نقشة لموضوع الساعة، فيروس كورونا والمخاوف التي تجتاح العالم مع دخول العديد من الدول إلى مرحلة الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد أمام تزايد عدد الإصابات بشكل ملحوظ وإعادة فرض تدابير صحية في دول عدة. فرغم توافر لقاحات كورونا وتطعيم الملايين على مستوى العالم، وذلك بعد مرور نحو عام ونصف العام على بداية الجائحة، إلا أن الفيروس ما زال يتحور ويدخل العالم في موجة جديدة من الوباء لتصبح الموجة الرابعة هي الأسرع انتشارا. منظمة الصحة العالمية حذرت من أن فيروس كوفيد 19 قد تغير بشكل أسرع شديد العدوى منذ أن تم الإبلاغ عنه لأول مرة، مؤكدا أن الحالات والوفيات الناتجة عن الفيروس تستمر في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، وأرجع ذلك إلى متغير دلتا شديد العدوى. المنظمة أشارت إلى أن 15 دولة تمتد من المغرب العربي إلى باكستان تواجه موجة وبائية رابعة في وقت لا تزال فيه معدلات التحصين فيها منخفضة للغاية. مزيد من التفاصيل والتحليل مع ضيفنا دكتور محمد أحمد شاهين، مدرس علم الفيروسات بطب والمناعة بطب الأزهر الشريف والرئيس الفني لفريق مكافحة العدوى بمستشفى الحسين الجامعي. بنرحب بك دكتور في بداية هذا اللقاء، لكن اسمح لنا نشرح هذه المسألة من خلال تقرير أعده الزملاء في أسرة الأعداد، ثم نعود في هذه الحلقة من مساحة للرأي. في الوقت الذي شرعت فيه الكثير من الدول في تخفيف القيود والإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر من جديد وحذرت من ظهور سلالات متحورة جديدة أخطرها وأسرعها انتشارا، سلالة دلتا التي انتشرت بشكل مفاجئ في نحو 132 دولة بما فيها دول عربية. المنظمة أعربت عن قلقها مع انخفاض معدلات تلقي اللقاح في هذه الدول، خاصة وأن النسبة الأكبر من حالات الوفيات والإصابة هي من غير المحصنين باللقاح. كما حذرت المنظمة من أن هذه البلدان تواجه موجة وبائية رابعة بسبب تفشي سلالة دلتا المتحورة في 15 دولة تمتد من المغرب إلى باكستان، موزعة على المغرب العربي والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. إجمالي سكان شرقي المتوسط يبلغ 700 مليون نسمة، وخطورة انتشار سلالة دلتا تكمن في الإحصائيات المتزايدة، حيث سجلت المنظمة زيادة شهرية بأعداد الإصابات بينهم بنسبة 55% وبنسبة 15% في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس. أرقام المنظمة العالمية تكشف أن معدل الإصابات الجديدة بالإقليم بلغ أكثر من 300 ألف، ومعدل الوفيات بلغ 3500 أسبوعياً. دراسات علمية أظهرت أن كمية الفيروس في الدم لدى المصابين بهذه النسخة يعد أكبر بألف مرة من نظيرتها لدى المصابين بالنسخة الأولى من الفيروس، مما يزيد من احتمال نقل العدوى. متحور رصد لأول مرة في الهند وبات اليوم في طريقه ليصبح السلالة المهيمنة في إقليم شرق المتوسط. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من مساحة للرأي مع ضيفنا الكريم دكتور محمد أحمد شاهين، مدرس علم الفيروسات والمناعة بطب الأزهر الشريف. دكتور محمد، كما ذكرنا يعني منظمة الصحة العالمية حذرت من موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة، حددت هذه الدول من المغرب إلى باكستان، في الغالب معظمها دول عربية وشرق أوسطية. هل هذه الزيادة في معدلات الإصابة تعني أننا بصدد موجة رابعة كما ذكرنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفيروس بيتحور من وقت للآخر، وكانت قبل كده منظمة الصحة العالمية كانت أوصت بسرعة التطعيم على مستوى العالم كله لمنع حدوث الطفرات، ولكن كل ما العالم بيتأخر في التحصين كل ما بتحصل سلالات كتير، كل ما يبقى فيه معدل انتشار أكتر بتحصل طفرات أكتر. فهو زيادة الانتشار بتاعه أو زيادة الأعداد بتنبئ فعلا بموجة رابعة وتبقى خطرة، لأن تتغير فيها خصائص الفيروس، بيزداد شراسته، بتزداد سرعته، وبيفاجئنا بما هو جديد. تمام. يعني هناك أيضا تحذير فيما يتعلق
كما ذكرت حضرتك من التحورات في الفيروس، يعني نقف الآن عند متحور دلتا، وهو متحور بيوصف بأنه شديد التنقل، شديد العدوى، وتأثيراته أكثر من البدايات بتاعة الفيروس. هل يعني هناك إمكانية أن يكون هناك متحور أشد؟ يعني إلى أين الاتجاه؟ يعني هل هو الاتجاه إلى أن يكون هناك متحور أشد ولا متحور أقل؟ لما بنشوف الماضي أو من أول ما بدأ الفيروس، كان الأول بيصيب من واحد لاثنين الشخص المريض، وبعدين بقى متوسط 5 أفراد، وبعدين بقى 8 أفراد، فبيتزداد شراسته. في سلالات بتبقى ضعيفة، ولكن السلالة الحالية من 40-60% إصابات، بتزيد عدد أكتر. فهو المشكلة فيه اللي هو سرعة الانتشار بتاعته، الحاجة التانية اللي هو الإصابة بتاعته بتبقى شديدة. لقوا فيه معدلات دخول المستشفيات أعلى ومعدلات الوفيات أعلى. يعني دكتور أحمد، يعني كما يقال البقاء للأقوى، هل ينطبق هذا الأمر على متحورات الفيروس، أن المتحورات اللي هي أشد عدوى وأكثر تأثيرا سيكون لها البقاء والاستمرارية؟ في الغالب بيكون كده، وهي اللي يعني منظمة الصحة العالمية بتتنبأ اللي هي تسويد العالم، وتبقى هي السلالة المسيطرة. نعم. بريطانيا أيضا أعلنت عن سلالة جديدة لديها، ويمكن بريطانيا أيضا كان لها دور، أو يعني كان منشأ لبعض التحورات. هل يعني موجود طبعا في بريطانيا كدولة متقدمة عديد من اللقاحات من شركات موثوقة ومؤثرة، يعني لماذا هذه الدول التي تمتلك ولقحت شعوبها يعني نسبة كبيرة جدا يستمر فيها الفيروس بهذه الشراسة؟ زي ما قلنا قبل كده، الأجسام المضادة بتاعة اللقاحات بتستمر من 3-6 أشهر. نعم. بعض الناس اللي هم أصيبوا قبل كده من 3-6 أشهر، وبلاقوا بعد كده اللي ممكن الأجسام المضادة تقعد لسنة، ولكن الأجسام المضادة بتقل بمرور الوقت. نعم. فممكن إنسان يصاب مرة والتانية، وممكن واحد يبقى عنده لقاء مع اللقاح، أخذ اللقاح ويصاب، بس الإصابات بتبقى أقل، أو الإصابات شدة الإصابة بتبقى أقل، شدة المرض شدة المرض بالضبط بتبقى أقل. لكن طبعا التطعيم وجدوا أن 87% من الحالات الجديدة من الناس اللي ما خدوش التطعيم. تمام. فإذا الفيروس أو السلالة الشديدة أو الشرسة دي بتتغلب في بعض الأحيان على اللقاح، لكن وجدوا ل 87% منها من الناس الغير ملقحين. نعم. ومنظمة الصحة العالمية سابقا قالت اللي عشان نقضي على هذه السلالات الجديدة، على الأقل من 70-80% من العالم كله أخذ التطعيم. تمام. يعني التطعيم مش جديد على العالم يا دكتور محمد، يعني من بداية التطعيم، يعني ابتكار تطعيم الجذري، الناس بتاخد تطعيمات. يعني ما حصلش قبل كده ان التطعيم يبقى فعال لفترة شهر او شهرين او 6 شهور او سنة، حتى هم بيستمر الى مدى كبير، بيحتاج حتى جرعة تنشيطية بعد فترة طويلة جدا. يعني هل هناك اختلاف في فيروس كورونا فيما يتعلق بهذه الجزئية، مسألة التطعيم وفعالية التطعيم؟ هو المشكلة اللي الفيروس نفسه بيتحور، وسبب التحور بتاعه اللي هو RNA فيروس وحد الشريط، فبيسهل التغيرات فيه والتحورات فيه، سرعة الانتشار بتاعه، إصابة الحيوان وإصابة الإنسان وإصابة الخفافيش، والانتقال ما بين الفصائل وبعضها أو ما بين الأجناس وبعضها، بيؤدي إلى التغيرات والتحورات فيه كتير، بجانب اللي هو الانزيمات اللي بيتكاثر بيها او بينسخ نفسه بيها انزيمات بدائيه وضعيفه، فممكن هو بينسخ نفسه يحصل فيها ايه تغيرات او تحورات. التحورات ديت ممكن تغير في بعض الجينات بتاعته او بعض البيزز بتاعته ما تعملش مشكله، لكن في حاجات بتبقى المشكله فيها اكتر. فالمشكله فيها تكمن في سرعه الانتشار العظيمه، لان هو اخد ملايين، وفي نفس الوقت في النسخ الضعيفه بتاعته او النسخ الضعيف بتاعه وهو احد الشريط. التلات حاجات دولت بيؤدي اللي هو بيحصل طفرات كل شويه، والقضاء على هذه المشكله التطعيم. التطعيم الناس تقبل على التطعيم، لان احنا شايفين المستقبل قدامنا في الدول الاخرى. يعني احنا شفنا الهند، ربنا ان شاء الله يحفظنا، وشفنا بريطانيا مع شدة وقوة النظام الصحي هناك حصل فيها مشاكل، وأمريكا، فدي بتبقى دروس وعبر لنا. أمريكا تحديدا معدل الإصابات انخفض بصورة كبيرة جدا، يعني
يعني هو طبعا هناك تلقيح وهناك تطعيم يعني تمام. لكن هو برضو موجود في دول اخرى غير في دراسات بتقول ان التطعيم بفايزر تطعيم فايزر وتطعيم بتاع الأسترازينيكا البريطاني اقوى من التطعيم الصيني. نعم يعني لسه دراسات حديثه يعني. نعم فممكن اختلاف ما بين التطعيم وبعضها في بعد ما عملوا التطعيم كل شركه قالت مثلا جرعتين، في بعض الشركات اوصت اللي هي تعمل الجرعه ثالثه تنشيطيه اخرى. طيب ليه يا دكتور هناك اختلاف في المدد البينيه ما بين الجرعتين؟ يعني في اسبوعين، في ست شهور، في يعني التطعيم الصيني ما بين الجرعه الاولى والثانيه 3 أسابيع، والأسترازينيكا في مصر هنا برضه 3 أشهر. طيب على حسب ليه الاختلاف؟ يعني الاختلاف هو يعني هو نفس هي اللقاح ما بيؤدي نفس الدور، يعني ليه في ليه الفتره بتطول ما بين لقاح واخر؟ يعني على حسب التقنيه المصنعه منها الفيروس نفسه او قصد التطعيم، وعلى حسب التجارب اللي عملتها الشركات ديت ولقت اقصى استفاده منه او اقصى وقت بيحصل فيه اللي الاجسام المضاده بتجيب نتيجه. فتبقى عباره عن ايه زي ايرور اند ترايلز، كلها تجارب وبيشوف الافضل. طيب يعني الحمد لله طبعا مصر من الدول اللي هي نسبه الاصابات فيها اليوميه المعلنه منخفضه بشكل كبير جدا وواضح، يعني على الرغم من تحذير منظمه الصحه العالميه تحدثت عن 15 دوله من المغرب لحد باكستان، احنا في النص تقريبا، لكن الحمد لله نسبه الاصابه قليله جدا ونسبه الوفيات قليله جدا، الحمد لله انخفضت حتى تحت 40 اصابه يوميه. في تقديرك اولا ما هي اسباب هذا الامر؟ يعني لماذا، ما هي الاجراءات التي اتخذت حتى نخفض الإصابات إلى هذا الحد؟ هو في إجراءات كويسة جدا اتخذت زي التطعيم والتلقيح، عندنا بقى في أسترازينيكا وفي سينوفارم وفي سينوفاك، ومصر الحمد لله عدد بتتصنع اللقاح الصيني سينوفاك وهتنتج منه حوالي 40 مليون لقاح أو جرعة سنويا. بعض الشدية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ولو أن برضو شاف الناس مقصرة، وحفظ الله سبحانه وتعالى طبعا أولا وأخيرا. نعم. وممكن موجة الحر الشديد اللي موجود برضو بتخفض من. طب ويمكن برضو دكتور اللقاحات السابقة، يعني هو المصريين تقريبا كلهم متعاملين بكل اللقاحات البي سي جي فاكسين، كانوا التطعيم بتاع الضرن أثبتوا اللي هو بيقوي المناعة الأولية أو الإنيت إميونيتي، هذه احتمال من ضمن الاحتمالات، لأن في الأول خالص كانوا وجدوا أن الإصابات في إفريقيا عموما اللي هي الدول اللي بتاخد التطعيم البي سي جي فاكسين او تطعيم ضد الضرر تلاقوا فيها عدد الاصابات اقل. تمام. طب اسمح لي دكتور محمد نثري هذا الحوار من خلال تقرير اعده الزملاء في اسره الاعداد عن اراء بعض الزملاء من الكتاب والصحفيين، ثم نعود في هذه الحلقه من مساحه للراي. الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة يقول إنه إذا حدثت موجة رابعة من فيروس كورونا ستكون الأضعف بسبب تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وأكد أن الإسراع في وتيرة اللقاحات في مصر أمر مهم وضروري. قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن الانتشار السريع للمتحور دلتا في شتى أنحاء إقليم شرق المتوسط وسائر بقاع العالم يدعو إلى القلق البالغ، مؤكدا أن معظم حالات الإصابة الجديدة من غير الحاصلين على اللقاح. رأى الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن ظهور موجة رابعة لفيروس كورونا سيكون مسؤولية المواطن، بعدما عملت الدولة طوال الفترة الماضية على إتاحة اللقاحات من مصادر مختلفة. وأفاد النادي بأن هناك 4 سلالات بكورونا أثبتت قدرتها على إحداث وباء. حازم بدر يقول طور باحثون من ألمانيا أجسام مضادة صغيرة تعمل بكفاءة على منع فيروس كورونا المستجد ومتغيراته الجديدة الخطيرة، حيث تعمل على ربط الفيروس وتحييده بما يصل إلى 1000 مرة أفضل من الأجسام المضادة المصغرة التي تم تطويرها سابقا. وفقا لدراسة نشرت أخيرا في مجلة فيرولوجيكال العلمية، فإن الحملة الفيروسية كمية الفيروس في الدم في الاختبارات الأولى للمرضى المصابين بالمتحورة دلتا كان أكبر بـ1000 مرة من نظيره لدى المرضى الذين أصيبوا بالنسخة الأولى من الفيروس في 2020. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من مساحة للرأي مع ضيفنا دكتور محمد أحمد شاهين مدرس علم الفيروسات والمناعة بطب الأزهر الشريف والرئيس الفني لفريق مكافحة العدوى بمستشفى الحسين الجامعي.
دكتور محمد، من ضمن المعلومات المتداولة أن رئيس شركة فايزر المنتجة للقاح يتحدث عن أن فعالية لقاح كورونا اللي هو اللقاح الخاص بالشركة تتراجع ل 84% بعد 6 أشهر، كان هو حوالي تقريبا 96%. يعني هل من الممكن أن فعالية اللقاحات أيضا يعني يحدث لها ما نقول عليه مجازا كما يحدث في الفيروس تحور، يحدث أيضا تغير في اللقاح ويصبح بمرور الوقت غير فعال أو أقل فعالية؟ هو الفعالية بتاعته بتقاس اللي هو يمنع حدوث مثلا إصابة أخرى أو كده، ولكن التطورات الفظيعة للفيروس أو سرعة الانتشار الفيروس الجديدة أو التحورات هي اللي بي بي بتتغلب بقى، يعني بنقول زي ما بنقول في البلدي كده هي إيه، بتخترق دفاعات التحصيل. نعم، بس احنا عندنا يعني تجربة شبيهة فيما يتعلق بالإنفلونزا الموسمية، الناس بتاخد سنويا اللقاح بتاع الإنفلونزا الموسمية للسنة دي، والسنة الجاية بيصابوا يعني ما لازم ياخد. بس بتبقى هو الفرصة الأفضل أو الفايدة اللي هو بتقل الأعراض، يعني بتقل شدة الأعراض بتقل، يعني اللي بياخد التطعيم ممكن يصاب مرة أو ممكن يصاب مرتين، زي اللي خد الفيروس نفسه أو أصيب بالفيروس ممكن بعد فترة من الوقت على بال ما الأجسام المضادة بتبتدي تتهاوى وتقل ممكن يصاب مرة أخرى. نعم، طيب يعني احنا بنتكلم على أعراض ربما تكون أقل، لكن بنقرأ على المواقع الإخبارية المتخصصة فيما يتعلق بهذا الأمر أن فيروس كورونا من بدايته كان ليه تأثيرات غير عادية، يعني حتى جديدة على تأثيرات الفيروس، وصلت حتى إلى بعض الأبحاث تحدثت عن تأثير التهابات في المخ وتأثير على الحالة النفسية والعصبية للإنسان. يعني هل هذه إذا قلت الأعراض هتقل احتمالية الإصابة بمثل هذه الإصابة، يعني الأمراض اللي تعتبر خطيرة طبعا نوعا ما؟ يعني بالضبط، بتقل الإصابة بالحالات النادرة دي، وبتقل الاحتمالات دخول المستشفى، وبيقل احتمالات الاحتياج الى الاكسجين، لان المشكله الرئيسيه في الفيروس اللي هو لما سرعه الانتشار بتاعته الناس بتحتاج الاكسجين بسرعه وبعدين تدخل المستشفيات، فالطاقه الاستيعابيه للمنظومه الصحيه بتنهار في هذا الوقت. نعم. فالتطعيمات بتقي او بفضل الله سبحانه وتعالى بتقي من هذه شده الاعراض. تمام، احنا بنحمد ربنا طبعا ان مصر يعني الاصابات فيها قليله جدا، لكن طبعا زي اي ناس موجودين في اي دوله معرضين، يعني خصوصا في سياح وفي اجانب بيدخلوا مصر ربما يكون عندهم متحور دلتا. يعني في تقديرك دكتور محمد، كيف تحمي مصر نفسها من هذا المتحور الخطير؟ يعني هل نحتاج إلى إجراءات إضافية ولا هي الإجراءات الحالية ربما تكون كافية؟ الإجراءات الحالية مهمة جدا، ومصر بتعمل بيها بحرص شديد، المطارات والتطعيم والمنتقل أو السائح اللي هو بينتقل من بلد لبلد، لا اما يبقى معاه تطعيم، لا اما بيبقى في فتره للحجر الصحي اللي هو ال 14 يوم، بجانب الالتزام بالكمامات والهاند هايجين. يعني كل السياح او الاجانب يدخلوا مصر يكون شرط يكون في تطعيم. لا اما في تطعيم، لا اما عامل مسحه اللي هو البي سي ار بيبقى نيجاتيف، تمام، بحيث اللي هو ينتقل ما بين الدول دي على مستوى العالم كله. نعم، من الملاحظ او من المنشور ايضا فيما يتعلق بهذا الامر ان هناك دراسات تتحدث عن اكتشاف اجسام مضاده لمن تعافوا من كورونا بعد عام من الاصابه، يعني وهذا يعني مجازا يعني انهم لا يحتاجون الى تطعيم جديد، لكن هو السؤال هل هذه المساله مقترنه بطبيعه الشخص؟ يعني اجسام مضاده ربما تستمر لعام واجسام مضاده تنتهي بعد 3 شهور، هل هناك عامل يؤثر على هذه المساله؟ بالضبط، قوه المناعه بتاعت الانسان نفسه، في واحد بيحافظ على مناعته بياكل كويس، الاجسام المضاده دي عباره عن بروتينات، البروتينات لازم الانسان الناس النباتيين ما بياكلوش لحوم ما هتتاثر، الناس اللي مناعتهم ضعيفه، الناس اللي بياخدوا كيماوي، المرضى اللي بياخدوا اللي عندهم السكر، المرضى عموما اللي عندهم خلل في جهاز المناعه او ضعف في جهاز المناعه، الاجسام المضاده ممكن ما تتكونش او تتكون بصوره اقل، او لو اتكونت بايه بتضمحل بسرعه. نعم. لان احنا قلنا من 3 إلى 6 شهور، في ناس اللي مناعتهم ضعيفه ممكن تكون تقعد معاهم لفتره طويله، بس احنا بنقول في المتوسط اللي بيحافظ على صحته، الرياضه، البعد عن التكدسات، الغذاء المتوازن مهم جدا زي مثلا العسل النحل،
البروتينات، الليمون زي ما كنا بنقول كده، او الحامضيات مثلا. الحاجات دي كلها مهمه لتقويه المناعه، فيتامين سي، فيتامين دي، مقويات المناعه عموما. يعني بدا ينتشر حديث ايضا فيما يتعلق بخلط اللقاحات، يعني او اخذ جرعتين من لقاحين مختلفين، وحتى يعني يقال ان بعض المسؤولين كان نشر يعني والعهد على جهه النشر يعني ان انجلا ميركل اخذت لقاحين من نوعين مختلفين. هل يعني في قاعده علميه تتحدث يعني عن فعاليه هذا الخلط، يعني ان الانسان ممكن لو خد جرعه من لقاح واخذ جرعه من لقاح اخر ربما يكون هذا اكثر تاثيرا في الوقايه من كورونا؟ هو الموضوع تجربه، يعني هم بالتجارب قيل كده فعلا ان الخلط بين لقاح ولقاح، لان كل لقاح بقى له طريقه معينه ممكن تزود من الاجسام المضاده، ودي بالتجارب يعني، بس لسه ابحاث قيد البحث وقيد التاكد منها. تمام. طب اذا كان دكتور يعني المتحولات الجديده لها قوه كبيره جدا في مساله العدوى والانتشار، يعني ما هي الاضافه اللي هو الانسان اللي هو بيقي نفسه او تعود في الفتره الماضيه على استخدام ادوات زي الكمامات والقناع الواقي وغيرها من الادوات، يعني ما هي الاضافه في مواجهه هذا المتحور الجديد اللي هو طبعا زي ما سيادتك ذكرت بيتصف بانه سريع الانتشار وسريع العدوى واعراضه ايضا ربما تكون اقوى من الاشكال القديمه من كورونا؟ هو الجديد اللي هو الانسان يلتزم ويسارع باخذ التطعيم. التطعيم زمان كان مسؤوليه شخصيه، دلوقتي اصبحت مسؤوليه اجتماعيه، مسؤوليه جماعيه. علشان نقي نفسنا من المتحورات الجديده لازم كلنا ناخد التطعيم. الناس اللي ما بتاخدش التطعيم الفيروس هيصيبهم زي ما احنا قلنا معظم الاصابات بالمتحول الجديد من الناس اللي ما خدوش التطعيم. هيتطور فيهم نسخه جديده وسلاله اقوى ممكن تضر حتى الناس اللي اتطعمت. فحفاظا على البشريه كلها زي ما قالت منظمه الصحه العالميه ان المفروض من 70 ل 80% من الكره الارضيه كلها او من شعوب العالم تاخد التطعيمات. بحيث اللي احنا نكون اجسام مضاده تجابه هذا الفيروس او على الاقل تحد من خطورته ومن اعراضه الشديده. تمام. طيب يعني الدوله طبعا بتوفر اللقاحات بصوره يعني واسعه جدا ومتسعه وفي كل مكان تقريبا، لكن لا يمكن ننكر ان هناك بعض الاشخاص عندهم تخوف من التطعيم وبيرفضوا يعني التطعيم. في تقديرك ما هي الأسباب، يعني ليه إنسان يجد أن هذا سبيل وقاية بالنسبة له ويرفض هذا الأمر، يعني مصدر هذه المخاوف في تقدير حضرتك إيه؟ هو في إشاعات كثيرة بتبقى على السوشيال ميديا، الإنسان عدو ما يجهل عموما، في أخبار جاية من بره من دول أجنبية، الناس بتخوف الناس من اللقاحات، ممكن تكون حرب شركات، حرب أدوية، لأن في شركات أدوية ممكن تبقى حاجات منافسة. بس الدولة عملت اللي عليها، وفرت بدل اللقاح 2 و3 و4، يعني عندنا دلوقتي السينوفارم والسينوفاك الصينيين والسبوتنيك في الروسي والأسترازينيكا موجود وفي جونسون، ففي كمية من اللقاحات كتير، وبدأ تصنيع اللقاح الصيني عندنا بحيث ان احنا نوفر كميات كبيرة ما نحتاجش إلى الدول الاخرى اللي هي تمن علينا او تاخرنا في اي تطعيم. دور المواطن ان هو يلتزم، الدوله وفرت لك هديه وبالمجان، المفروض لا نتاخر. وباليسر وسهوله. وباليسر وسهوله وبالظبط، وبعدين التقديم على النت. المهم الدنيا بسيطه وفي تنسيق كويس جدا، وحاجه مش هتكلفه يعني حتى الفقير او الغني متاح للجميع. تمام. لكن نقطة مهمة جدا، امتى دكتور يعني نقول انه تمت السيطرة نهائيا على الفيروس ويبقى ذكرى يعني نتذكره فقط لكن ما يأثرش على حياتنا بهذه الطريقة؟ هو طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى وستر ربنا، المفروض من 70 ل 80% زي ما قلنا قبل كده من مثلا مصر كلها او من العالم كله ياخدوا التطعيم. تمام. فبالتالي بتبقى اصبحت في مناعة مجتمعيه او مناعه عامه اللي هو ايه، في اجسام مضاده ضد الفيروس. تمام. بحيث لو جه مره اخرى بتبقى الاعراض بسيطه، هيبقى زي الانفلونزا كده موسمي، او ممكن تبقى الاعراض اقل او اضعف بحيث ما تاثرش ولا تدخل مستشفيات ولا تحصل مضاعفات ان شاء الله. يعني اتمنى ان شاء الله قريبا ان يكون هذا هو الوضع وان ننتهي من هذه الازمه بشكل سريع وان تصبح ايضا ذكرى وعبره ايضا
فيما يتعلق بالمستقبل. لكن أعزائي المشاهدين، انتهت هذه الحلقة من مساحة للرأي. في الختام أشكر ضيفي الكريم دكتور محمد أحمد شاهين، مدرس علم الفيروسات والمناعة بطب الأزهر الشريف ورئيس الفني لفريق مكافحة العدوى بمستشفى الحسين الجامعي. بنشكرك جدا دكتور محمد على تشريفك وحضورك. نتمنى إن شاء الله قريبا نلتقي نتحدث عن إيه، عن الماضي، يعني أن هذا الفيروس انتهى بشكل كبير. شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة لكم مني التحية، وأيضا تحيات زملائي خلف الكاميرات، وإلى لقاء قريب.